يا عمي ابو حاتم فهمنا بالقلم نشرح شو القصة يا جماعة. هلا ابو كامل ابن اخوه للزعيم ابو صالح الله يرحمه هي ما عدنا حكينا فيها، بس اللي عم يصير بالحارة لا من مربانا ولا من ناموسنا ولا من اخلاقنا. يا شو عمل ابو كامل؟ احكي لنا يا ابو حاتم سمعنا. اخذ بيت ابو مرعي غصب عنه، واخذ بيت عمة ابو النار وحط ايده على بيت الإدعشمي، واشترى دكانة ابو سمير الحمصاني وحط لنا زلمته نمس فيها، واخر متاخر احكي يا ممدوح قل له شو صاير معك. يعني النمس طالب مني يشتري بيتي لصالح مأمون بيك. لا خلص قولها بقى، قول انه الشغلة حسد ودي تعيبها. اصبط كلامك وعرف مع مين عم تحكي. ها اوعك، انا ابو حاتم الشامي معروف اصلي وفصلي وقديش ما كاناتي. صلوا على النبي. اللهم صل على النبي. لا يا ابو حاتم والله على الناس لا تتخانقوا، كرمالي كرمال الحاضرين عود. تفضل عمي تفضل. لا كمان يا شيخي مو معقول نتخانق نحن عضوات الحاره مشان واحد صعلوك مثل النمس. يا ابو حاتم ما قلت لك اذا متضايق منه وين ابلعه برات الحاره ولا نمس؟ علولو تعال هون اسمعوا يا سمع. هلا بنطب اغراضك وبتلع برات الحاره، واذا بشوفك جواتها بدي ارفعك فلا بنصلى منك الحاره. ليش بيش شو عملنا؟ لا ترد علي، يلا طب اغراضك ولع منع امركم بيك. وقت الكبار اللي مشكلة بيحكوا اللي مثلي بيخلص. اسمعوا لي هون شو بيك؟ تعال عندي لهون، ها تعطيني مفتاح الدكان والبيت هذا. شرف وين مفتاح الدكان والبيت؟ واذا بدك مش رح يكون شامي كمان. هاي ما تروح الا عند درويش اللي مثلنا، مستحيل اشوف كبار الخواطر اكبر من كل كبير. الله معك. دربي ست ما يرد، وهاي خلصنا من وحده. عن اذنك شيخنا. شو في كمان اخي ابو حاتم؟ بيت ابو ممدوح على راسي، اخي البيت ملكه وما في حدا بيقدر يجبره انه يبيع هذا البيت لامكان. البيت بيته اخي، ولما حدا بيزعجه بكلمه او بيهينه لازم يحكيها قدام كل اهل الحاره. مشان الله لا تزعل من ابو حاتم. ابو حاتم قلبه طيب بس واضح وصريح. بالعكس يا جماعة، ما في احلى من الصدق والصراحة، وما بتتصوروا قديش معزة اخي ابو حاتم كبيرة عندي. شوفوا يا جماعة نروح على أشغالنا. يا الله.